لا، هاي الفيديو راح اشرح بيها شلون راح تجاوب على الامتحان العملي بمادة الميكانيك الهندسي. طبعا انا منزل برنامج الادمون، طبعا هذا دا اصور سطح مالت الموبايل مالتي، النظام مالت اندرويد، منزل برنامج الادمون، وعندي البرنامج الثالث او بالنص اللي هي الميت. انت قبل الامتحان اللي هي الامتحان مالنا الساعة 2:30، قبل الامتحان 5 دقائق انا انزل بالصف مال ادمودو رابط مال ميت، انت تطب هذا الميت من خلال الميت، من خلال تدوس على الرابط او تدخل من البرنامج. اذا الرابط ما اشتغل يمك، يعني اكو طلاب قالوا لي ما يشتغل يمهم، تكتب الكود بورقة، تجي تدخل على الميت، من الميت تقدر جوين ميت هذا وتدوس عندك الكود، يعني ماكو اي مشكلة بيه. بعد ما تدوس ما تسد البرنامج، لا ترجع، يعني مو ترجع، تسوي هذا الدائرة اللي بنهاية خلينا نقول الشاشة، هذا الدائرة ترجع هسه تروح الطب على الادمونو. ارجع واكد انه لازم حسابك اسم الرباعي باللغة العربية والصورة مالتك للقاسيم الوجه واضحة، لانه انت اذا هذول الشروط ما محقق راح تنحذف من الصف، يعني حتى لو انت بعدين صححتها يجوز ناسي تنضم من جديد. فلازم هسه تتاكد انه الاسم الرباعي والصوره مالتك الشخصيه موجوده، وتتاكد انه منضم للصف. هسه انا هسه دا انتظر السؤال ينزل، والفائده ما الميت شنو عندي هو اتواصل وياك اقول لك السؤال نزل على الميت، لانه بعض الطلاب اكو ما يظهر عندهم خلينا نقول التنبيهات مالت الادمودو، فاقول لك دخل او نزلت الاسئله، فانت ايش راح تسوي؟ لو تسوي لك ريفرش للبرنامج من خلال شنو عندك، بس تسحب الشاشه مالت الموبايل اللي جوا وراح ينزل عندك ريفرش، او شنو تسد هذا البرنامج الادمودو وتفتحها من جديد. بس دير بالك الميت لازم ما ينسد، لانه الميت جويدك لازم موجود. شوف مباشره ظهرت عندي انه نزلت الامتحان العملي لمادة الميكانيك، حتى لو ما ظهرت ماكو مشكلة، انا نبهك اقول لك ظهر اجا زين. هسه اجي ادوس فيو اساينمنت، يعني اجي اقول لك اظهر لي الواجب، يطلع لي عندي 3 اختيارات: سبمشن والانستراكشنز والكوماند. تجي هسه شلون تعرف السؤال وين صار؟ تجي على ابو النص الانستراكشن اللي هي التعليمات، اجي ادوسها فراح يطلع لك صفحة واصبر السؤال تجي لك جوا الاتاتشمنت الملحقات اللي هذا صور، انا راح اجيب لك كصوره، تدوس عليه بس تدوسه راح يفتح عندك هذا الشاشه. هذا الشاشه تريد كبره تقراها تشوف الصوره، الصوره تنقلها على ورقه، يعني انت راح تجاوب على ورقه وتقوم تحل. يعني انا رايت هذا طبعا اكزامبل كان موجود جوا ايدك، اخذت بس الصوره مالته، عندك 3 قوى واريد من عندك المركبات كاس كلر، وانت تجاوب. بعد ما شفت السؤال ترجع زين، انت هسه رحت بورقه حليته، طبعا بدك تحله بقلم رصاص او قلم جاف ما عندي اي مشكله، بس لانه راح ناخذ صوره للواجب او للحل مالك، شنو لازم تكون الكتابه مالتك واضحه، يعني تريد تسويها قلم رصاص مسوده وبعدين تنقلها تسويها بقلم جاف، او انت متاكد انه قلم رصاص مالك واضح، اذا ما عندي اي مشكله. هسه شو اسوي؟ اروح على سبمشن اللي هي راح ارفع من خلال، يعني هي الاختيار الاول، اجيت على سبمشن، شوف انه اتاتش، يعني انا لانه الموبايل مالتي بالانجليزي فدا اسويها بالانجليزي، اتاتش يعني ارفق، اجي ادوسه. شو يقول لك يا اول واحد؟ سيلكت فروم جالري، يعني من الملفات مالتك او من خلينا نقول المعرض مالك، او ثاني وحده، احنا ثاني وحده هي المهم اللي هي تيك نيو فوتو، لانه انا راح اخذ صوره للحل مالتي، اجي ادوس الثاني. شو يقول لك هسه؟ صوره لو فيديو، اجي اقول ايمج زين. هسه يطلب، يعني لانه قبل هذا، لانه هذا البرنامج هسه نزلته دا اريد اجربها قدامك، يطلب من عندك سماحيه حتى شنو عندك ياخذ صوره او ياخذ فيديو، الا وسويت له. بعدين يقول لك سماحيه لجلب الصوره من الملفات او من الجهاز، مهم اسوي لا. هسه فتح، اجي على الحل مالتي، انا عندي هذا الحل مالتي مسويها بقلم جاف، انت قلت لك تقدر تسويها بغير قلم رصاص او قلم جاف ما يهمني، مهم شنو الصوره واضحه. اجي اصورها،
صورته راضي عنه، طبعا تجي على الصح تدوسه يعني انت راضي من عنده. زين هسه تيجي تكبرها، لانه هو يقول لك كلها لو جزء من الحل. اجي اكمل كل الصفحه اريدها. زين يوز، اجي ادوس على يوز، فهو هسه شوف هنا يقول لك ارفع. هسه شو اسوي هنا؟ اروح يعني ارفع الحل، اجي ادوس على هذا السبمت، الكلمه مالت السبمت اللي هي جوا الساعه وجوا الاشاره مالت الباتري سبمت. شوف شنو ينكتب، انه بالاخضر هنا شنو عندك؟ انه سبمتت. هنا شو تسوي؟ لانه انت بالميت وياي تقول لي دكتور انه اني رفعت الواجب، اني اروح اشيك الواجب مالتك، اقول لك رفعت العفو الحل، اني اروح اشوف الحل مالك، اشوف نزلت صحيح، اقول لك اي صحيح وصل الحل مالك، اذا انت تقدر تاخذ تغادر الميت. اتمنى ان يكون شرح واضح.